السلام عليكم. نشأت جامعة الزقازيق محافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان عام 1970 كفرع لجامعة عين شمس، ثم استقلت عنها عام 1974 بعدها بأربع سنوات، واختارت الجامعة شعاراً إلى صورة المناضل المصري أحمد عرابي ابن محافظة الشرقية، واللي شغل منصب وزير الدفاع بفترة من الفترات. وهي جامعة عامة أو حكومية، مساحتها 44 فدان، تتضمن الكليات، ملاعب رياضية، مكتبات، مخابر ومباني إدارية. بتضم الجامعة 96,000 طالب بكالوريوس وحوالي 30,000 طالب دراسات عليا، وبيدرس فيها حوالي 7,500 عضو هيئة تدريسية. وبتضم جامعة الزقازيق مكتبة ضخمة فيها أكثر من مليون كتاب، ومركز للحاسب الآلي، وعدد من المشافي والمراكز البحثية، وبتشارك بالعديد من البرامج التعليمية والبحثية الدولية. وتخرجت من جامعة الزقازيق شخصيات بارزة بكثير من المجالات، مثل الرئيسة الصحة المصرية السابقة هالة زايد. تصنيف الجامعة عالمياً بحسب موقع التايمز هو بين 500 و600 جامعات العالم، وبحسب تصنيف شنغهاي فهي تصنيفها بين 800 و900 جامعات العالم. أما محلياً فهي السادسة على الجامعات المصرية، وبتضم جامعة الزقازيق 21 كلية و4 معاهد. أهم الكليات هي كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، عندنا كلية الهندسة، كلية الآداب، وكلية العلوم، وكثير كليات تانية. وأهم المعاهد هن المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ومعهد الدراسات الآسيوية. وبالنسبة لشروط التسجيل، فبتعلن الجامعة كل سنة عن مفاضلتين، عادة بتكون واحدة بشهر 6 والتانية بشهر 12، اللي هي حاليا شغالة للتسجيل لطلاب الساعات المعتمدة. فاللي حابب يسجل بجامعة الزقازيق هلأ فرصته قبل ما ينتهي الشهر إنه يسرع بالإجراءات، وفيك ترسلنا وراءك تتواصل معنا مشان نساعدك بالتسجيل بإذن الله. تطلب عادة الجامعة معدل 55% بالشهادة الثانوية للكليات النظرية، و 65% للكليات العملية. أما الكليات الطبية فبتطلب فيها حوالي 75% من معدل الشهادة الثانوية. وبالنسبة لأسعار الكليات، فعندنا الطب البشري وطب الأسنان 6,000 دولار سنويا، والهندسة إضافة للصيدلة والعلاج الطبيعي بنفس السعر اللي هي 5,000 دولار سنويا. وعندنا الطب البيطري، كلية التمريض، بالإضافة كلية الزراعة وكلية العلوم كلاتهم نفس السعر اللي هن 4,000 دولار سنويا. وباقي الكليات والمعاهد اللي ما ذكرناهم فبتكلف 3,500 دولار سنويا. وبالنسبة للدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه للطب البشري وطب الأسنان فهي بتكلف 6,000 دولار سنويا. أما الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي ف 5,500 دولار للدراسات العليا. بيبقى عنا طب البيطري، كلية الزراعة، كلية التمريض وكلية العلوم 5,000 دولار سنويا بالنسبة للدراسات العليا. وبالنسبة لبقية الكليات والمعاهد اللي ما ذكرناهم 4,500 دولار سنويا للدراسات العليا. ولما الطالب يسجل أول مرة الدراسة بالجامعات المصرية فبيدفع 1,500 دولار تقريبا، أو بجوز أكثر شوي، رسم قيد للحكومة المصرية. وأخيرا خلينا نحكي عن السكن الجامعي بجامعة الزقازيق. بتأمن الجامعة سكن جامعي محترم جدا، فيها مباني حديثة وفرش مناسب للطلاب، فيها مرافق متنوعة مثل المطاعم، السوبر ماركت، فيها ملاعب وجيم، بالإضافة لمستوصفات ومكتبات. ولكن لازم الطالب إنه يستعجل بالتقديم لأنه عدد متقدمين كبير والشواغر محدودة. هي كانت كل المعلومات اللي عنا عن جامعة الزقازيق. أبرز ميزات الجامعة مثل ما قلنا إنه تصنيفها قوي عالميا، ومصاريف السكن والمصاريف الشهرية هي مقبولة جدا بالنسبة للطالب، بتكلف حوالي 100 دولار شهريا فقط، بالإضافة إنه أسعار التسجيل مقبولة جدا. لو كنت حابب تسجل بجامعة الزقازيق بمصر أو بأي جامعة حكومية أو خاصة، تواصل معنا على الأرقام موجودة بصندوق الوصف. ولو عندك أي سؤال أو استفسار إلي كمان فيك تتواصل معي بشكل مباشر، رقمي بتلاقيه موجود بالوصف. فلا تتردد أنه تراسلنا عن طريق الواتساب، وفيك تزور موقعنا الإلكتروني اللي حتلاقي فيه مئات المقالات عن مختلف المواضيع والجامعات، وكمان فيك تزور صفحتنا على الفيسبوك، إنستغرام أو على التيك توك. وأخيرا كان معكم مهندس غيث من خوارزمي الأكاديمي للدراسة بالخارج. إن شاء الله تضلوا بصحة وسلامة. سلام.